بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، أبنائي الطلبة، بناتي الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن يتجدد اللقاء مرة أخرى مع محاضرة من محاضرات المنهجية القانونية، وهي المحاضرة رقم 10 حول موضوع السرقة العلمية البلاجيا، والذي سنتناوله في جزئين. الجزء الأول راح نتكلم فيه على تعريف السرقة وحالاتها، وكذا التدابير المتخذة للحد من هذه الظاهرة. في الجزء الثاني راح نتكلم على إجراءات المتابعة والعقوبات المقررة لمرتكبي السرقات العلمية. إذا كما تلاحظون في هذه الجهة، في هذه القطعة الخاصة هنايا، كنا معتادين أو متعودين أننا نكتب السنة الثانية، على اعتبار أن المحاضرات هذه موجهة لطلبة السنة الثانية حقوق. أنا تعمدت حذفها، لماذا؟ لأن الموضوع في الحقيقة لا يتعلق فقط بطلبة السنة الثانية، وإنما هو موضوع يهتم بكل طالب وباحث وأستاذ في الجامعة أو مؤسسات الجامعة، وكذلك المؤسسات البحثية أو المراكز البحث العلمي. ونظرا كذلك لأن هذه المحاضرة أو الظاهرة، ظاهرة السرقة العلمية، هي ظاهرة عالمية أو مرض ينخر منظومة البحث العلمي سواء في الجزائر أو في العالم، احنا سنقتصر في الحديث عن السرقة العلمية على المستوى الوطني بطبيعة الحال، وذلك من خلال إجراء قراءة على القرار رقم 933 مؤرخ في جويلية 2016، والذي يتضمن أو يتعلق بالسرقة العلمية ومكافحتها. إذا قلت السرقة العلمية ما هيش موجهة فقط للطالب، وإنما موجهة لكل باحث، على اعتبار أن الطالب، حتى الطالب راه باحث، مفهوم؟ ربما تبدأ هذه الدرجة يعني من طور الماستر ثم الدكتوراه، وكذلك بالنسبة للسادة الأساتذة، سواء كان ذلك في الجامعة باعتباره أستاذا باحثا، أو على مستوى مراكز ووحدات البحث باعتبار الأستاذ في تلك الحالة أستاذا دائما، أو حتى على مستوى كلية الطب، على اعتبار أن لهم يعني نظاما خاصا أو قانونا خاصا، كذلك هم يعتبرون من ضمن الذين أدخلهم القرار 933. إذن احنا الآن أمام يعني عدة أطراف، رانا أمام طالب، أمام أستاذ باحث، أستاذ دائم، أستاذ استشفائي في كليات الطب. ولما نتكلم على السرقة العلمية يعني نتكلم فيها يعني من ربما بداية حتى من البحوث المتواضعة، البحوث البسيطة التي يعدها الطلبة يعني في المستويات الأولى، يعني على في السنة الأولى ولا السنة الثانية ليسونس، فهم، ولا حتى مذكرة تخرج تاع ليسونس بالنسبة اللي عندهم هذا الواجب، فهم، ثم إلى الأطوار العليا، طور الماستر اللي أغلبهم أو لم نقل جميعهم ملزمون بإعداد مذكرة تخرج، ثم طلب الدكتوراه اللي هو في الحقيقة يتوج بأطروحات الدكتوراه. كذلك حتى على مستوى البحث العلمي، لما نتكلم على البحث العلمي في هذا الجانب، نتكلم على المقالات التي يعدها طلبة الدكتوراه ولا الأساتذة الباحثين أو الدائمين، أو حتى المداخلات التي كذلك تحضر وتعرض في الملتقيات، سواء كانت أيام دراسية، تظاهرات علمية بصفة عامة، سواء كانت أيام دراسية أو ملتقيات وطنية أو دولية أو ندوات، يعني كيف ما كان نوعها، أو حتى على مستوى المحاضرات التي يعدها، يعني نقول محاضرات أو مطبوعات بيداغوجية التي يعدها السادة الأساتذة لطلباتهم في جميع الأطوار، مفهوم؟ أو المؤلفات والكتب التي كذلك يعدها ويؤلفها الأساتذة. إذن أي حاجة تكتب،
أي حاجة تكتب فهي معنية بهذا الموضوع، فهي معنية بهذا الموضوع، على اعتبار كما قلنا أن السرقة العلمية هي ظاهرة، هي مرض خطير جدا يمس المنظومة العلمية والمنظومة البحثية في الجامعات ومراكز البحث الجزائرية وفي العالم أجمع. ولا يعني ولا يمر يوما أو أسبوعا أو شهرا إلا ونسمع، يعني نسمع عن هذه الظاهرة، يعني في أي جامعة من جامعات الوطن، في أي مركز من مراكز البحث، حتى على مستوى الإعلام نسمع يعني عن هذه الظاهرة، سرقات علمية تتم من قبل باحثين، في بعض الأحيان باحثين معروفين على مستوى العالمي، لهم سمعة عالمية، ينشرون بحوثهم يعني في مجلات راقية ومستوى عالي، على الرغم من وجود كما راح نشوفوا من بعد يعني بعض التدابير المتخذة في سبيل اكتشاف هذا الآخر، ولكن في بعض الأحيان ربما قد يصعب أمر اكتشاف يعني هذه الظاهرة، هذه السرقة العلمية. لذلك الجزائر ككثير من دول العالم تصدت لهذه الظاهرة من خلال، قلت، هذا القرار يعني 933 مؤرخ في جويلية 2016. انا ما نقولش باللي كان فراغ من قبل، على اعتبار ان السرقة العلمية في الحقيقة كانت هناك نصوص، سواء يعني القرار 98-224 متعلق بالدراسات العليا ماجستير والدكتوراه، ولا حتى القانون الاساسي للاستاذ الباحث فهم صادر في سنة 2008، ولا حتى في قوانين أخرى يعني كما قالوا الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مثلا، يعني ما يسمى بحقوق الملكية الفكرية فهم. ولكن بصدور هذا القرار 933 يمكن نقول أن الجزائر سدت ذلك الفراغ اللي كان موجود من قبل فهم، على اعتبار أنه هذا القرار جاء ببعض الإجراءات والتدابير، نقول صارمة نوعا ما، على اعتبار أنه مجرد قرار لا يضع عقوبات، وإنما هي عبارة عن إجراءات تأديبية، نفهم، حتى وإن وصلت إلى غاية سحب الشهادة، ولكن تعتبر إجراء تأديبية، هي في الحقيقة عقوبة، ولكن إحنا لما نقول نتكلم عن العقوبة في القانون الجنائي نتكلم على الغرامة والحبس. نفهم، وهذا غير موجود في القرار، على اعتبار القرار ليس من صلاحيته إقرار مثل هذه العقوبات، ولكن مع ذلك يمكن الرجوع إلى، لأنه يمكن الربط في بعض الأحيان إذا كان فيه تزوير ولا شيء من هذا القبيل، يمكن أن يرقى إلى مستوى أن يكون جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، ولا حتى يعني اعتداء على الملكية الفكرية طبقا لقانون الملكية الفكرية، والذي سيأتي الحديث عنه بعد هذا الجزء الأول من المحاضرة. كما جرت العادة، خطة عملنا في هذه المحاضرة تتمحور حول نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى اللي هو تعريف السرقة وحالاتها، النقطة الثانية تدابير الوقاية من السرقة العلمية. إذا في المحور الأول راح نتكلم على تعريف السرقة العلمية، فهم؟ لا ديفينيسيون دي بلاجيا، ثم حالات في النقطة الثانية، المطلب الثاني حالات السرقة العلمية. في المحور الثاني راح نتعرض فيه إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى تدابير التحسيس والتوعية، ثم تدابير خاصة بالمذكرات والأطروحات والنشاط البحث العلمي، ونقطة ثالثة تدابير الرقابة. ثم بعدها نتكلم في نقطة يعني خاصة بتدابير الوقاية من السرقة، نقطة مهمة فقط تتعلق بأهم برامج الكشف عن السرقات العلمية. إذن تقريبا قلت يعني هذه المحاضرة رايحة تركز وراح نركز فيها اهتمامنا بالقرار رقم 933، على اعتبار أن الأمر يتعلق ب السرقة العلمية في الجزائر. نتكلم احنا الآن على، لأنه هذا الذي يهمنا، وضيف إلى ذلك أن القرار 933 هذا جاء نتاج ربما جهد كبير قام به
المختصون في هذا المجال على الرغم من بعض النقائص الذي أو التي اعتادته. قبل إذن الحديث عن تعريف السرقة أو التعريفات التي أعطيت للسرقة العلمية، أنا في الحقيقة شاع هذا المصطلح بهذا الاسم السرقة العلمية، فهم باللغة الفرنسية يقولون لو بلاجيا، وإن كان هذا ماهوش المصطلح المقابل لكلمة السرقة العلمية، فهم. إذن احنا أنا أحبذ أو أفضل استعمال كلمة خيانة الأمانة العلمية، لابيو دو كونفيونس سانتيفيك. علاش؟ لأن الحديث هنا ينسحب بالضرورة إلى موضوع الأمانة العلمية. احنا لما تكلموا على السرقة العلمية، سرقة يعني نتيجة ماذا؟ نتيجة مبدأ أصيل في المنهجية، بصفة عامة، ومنها المنهجية يعني القانونية. فهذا المبدأ الأصيل متمثل في الأمانة العلمية، وهي أولى المحاضرات التي تكلمنا فيها في السداسي الأول ولا حتى في السداسي الثاني، وهي تتبعنا في كل محاضراتنا. يعني هذا المبدأ يتبعنا في كل محاضراتنا، يعني طالما نتكلم في المنهجية فنتكلم على الأمانة العلمية، وهذا شيء ضروري جدا. يعني وبالتالي احنا لما نقول الأمانة العلمية، يعني بالمختصر المفيدة، الأمانة العلمية معناتها، علاش انا قلت افضل استعمال خيانة الأمانة العلمية؟ لانك انت مؤتمن على معلومات وآراء فكرية كيفما كان سندها، كتابا او مجلة او مذكرة او اطروحة او نصوصا قانونية او غيرها، فيقوم الشخص بنقلها الى حيازته الفكرية ويستأثر بها لنفسه ناسبا اياها له. ذلك ان هذه الأمانة التي بين يدي الباحث يكون قد حصل عليها باي طريقة من طرق الحيازة. شوف انا هنايا حاولت انني وطابق جريمة خيانة الأمانة الموجودة في قانون العقوبات، سواء يعني انت الآن هذه الكتابة والمجلة وتروح جبتها سواء بالشراء أو الاقتناء من المكتبة التعليمية أو أي شخص يعني سلفها لك أو أعطاها لك إلى غير ذلك. لما ترجع المادة 376 من قانون العقوبات الجزائري، نلاحظ نوعا من التطابق بين مرتكب فعل السرقة العلمية هي خيانة الأمانة ومحتوى هذه المادة، على الأقل من الجانب الإيحائي، يعني نستوحي، يعني بمعنى رأني الآن أقوم باستيحاء أو أستوحي عفوا مضمون ما جاء في المادة 376 وإطباقها أو تطبيقها على السرقة العلمية. إذا نلاحظ نوعا من التطابق بين مرتكب فعل السرقة العلمية ومحتوى هذه المادة، على الأقل من الجانب الإيحائي، رغم اعترافنا بعدم انطباق هذه المادة عليها. أكيد احنا الآن علاش قلنا كما هكذا، ماهوش معنى ذلك أن السرقة العلمية راح يتعاقب بعقوبة المادة 376، لا، وإنما المادة 376 تتكلم على خيانة الأمانة. وعلى بالكم لما نرجع للمادة 376 المضمون تاعها، خيانة الأمانة اللي تكون يعني لا حديث عن خيانة أمانة إذا لم يكن هناك عقد سابق، سواء عقد وديعة أو عقد قرض ولا فهم، يعني كاين عقد بين مرتكب جريمة خيانة الأمانة وشخص آخر، يعني شخص آخر جاء وعطاك أمانة، هذا هو المقصود، يعني عطاك أمانة بناء على عقد سواء كان مكتوب ولا شفوي ولا يهم، فهم، فجعلك مؤتمنا على ذلك الحق، فهم، كان رد فعلك العكس، لم تكن أمينا مع تلك الأمانة، فهم؟ فقلت أنا في هذه الحالة خنت الأمانة، فأنت هذا الكتاب اللي راه عندك وراك تدي منه معلومات، فنقلت تلك المعلومات دون أن تذكر مصدر تلك المعلومة، فأنت هنا خنت الأمانة، مهما كان مصدر ذلك الكتاب، سواء كان تاعك أنت ولا تسلفته ولا طواه لك ولا هدية ولا جائزة، لا يهم. المهم انت يا هنايا راك خنت، لذلك انا فضلت استعمال هذه الكلمه فقط في هذه الحاله، والا ففي الحقيقه انا ابقيت على كلمه السرقه العلميه نظرا لانها اصبحت هي الكلمه او المصطلح الشائع يعني في الحياه العمليه. اذا قلت كما نجد لها
يعني للسرقة العلمية عدة تسميات في بعض الدول، ولا حتى في الجزائر يعني كاين يسميها بالانتحال، وهي الأقرب لكلمة بلاجيا، لأنه لما ترجع المعنى ولا مصطلح بلاجيا باللغة الفرنسية ولا حتى باللغة الإنجليزية راح تشوف بأنها قريبة لكلمة الانتحال العلمي، مفهوم كالانتحال العلمي. كذلك يطلق على السرقة العلمية اسم السرقة الأدبية في بعض الأحيان، أو السرقة الفكرية. ولكن كما قلت، نظرا لشيوع مصطلح السرقة العلمية سنتبنى هذه التسمية في محاضرتنا هذه، على أننا سنتعرض لمختلف التعريفات التي تكلمت عن السرقة العلمية. إذن هناك عدة تعريفات حول السرقة العلمية، تعريفات كثيرة، ولكن احنا اخترنا من بينها هذه، يعني بعض التعريفات من هنا وهناك. مثلا هنا يقول لك السرقة العلمية هي استخدام غير معترف به لأفكار وأعمال الآخرين، سواء كانت السرقة مقصودة أو غير مقصودة، فهي تمثل انتهاكا أكاديميا خطيرا يجب السعي بكافة الطرق لمجابهتها. صحيح، يعني لأن السرقة ما كانش حاجة تسمى، قال لا لا ما كنتش عارف، مفهوم، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، مفهوم، لأنه أنت لما تلحق لواحد المستوى نتاع دكتوراه، يعني طور الدكتوراه، ورايح دير الدكتوراه نتاعك، يعني الأطروحة نتاعك، وقمت بسرقة معلومات معينة، ما كانش هادي قال لنا ما لم أكن أقصد، ولا لأنه المستوى نتاعك ما يسمحلكش تقول هذا الكلام، المستوى نتاعك لا يسمح لك بأن تدعي أنك لم تكن تقصد، فهم؟ لأنه ماهيش قضية إرادة، فهم؟ هذه ماهيش قضية إرادة، قضية علم، فأنت يعني يفترض أنك تعلم ما تقوم به، فهم؟ يعني غير معقول أنك تنقل صفحة أو صفحتين دون أن تذكر المصدر، ومن بعد تجي تقول لي أنا ما على باليش، كيفاش ما على بالكش؟ إذا ما على بالكش معناتها يعني أنت راك يعني تدعي لنفسك، يعني إذا كنت تدعي لنفسك أنك لست تقصد القيام بهذا العمل، فأنت لست أهلا لهذا يعني لأن نعطيك أو نشهد لك بهذا المستوى، فهم؟ يعني هذا هو المنطق، يعني أنت ما دام راك تقول باللي ما على بالكش معناتها أنت لست عالما، مفهوم، في ذلك المستوى، إذن فأنت لست جديرا بذلك المستوى، وبالتالي لست جديرا بالشهادة، هذا شيء منطقي جدا. ومن بين التعريفات كذلك اقتباس كتابات الغير أو معانيها جزئيا أو كميا ونسبتها لشخص ناقل، هذا تعريف ربما، شوف، تعريف خير الكلام ما قل ودل كما يقال، يعني هذا تقريبا راه جاب الأساس وجوهر السرقة العلمية، أن تقتبس من كتابات الغير حرفيا أو بالمعنى، سواء شوية ولا بزاف، ونسبتها لشخص ناقل، يعني حتى ولو لم تنسبها مباشرة، مجرد أنك لم تذكر المصدر فأنت نسبتها إلى نفسك، وراح نشوف ذلك فيما بعد. كذلك من بين التعريفات استخدام متعمد، أنا أقول لك متعمد، فهم؟ لأي مصدر معلومات منشور أو غير منشور دون اعتراف مناسب بحقوق التأليف، وعدم تطبيق طرق الاستشهاد أو الاقتباس المتعارف عليه في البحث العلمي، ويشمل ذلك ما يحتويه ذلك المصدر من أفكار أو جمل أو كلمات، حتى خرائط وجداول وأشكال. وأنا في الحقيقة لا أتفق مع هذا التعريف، على اعتبار أنه يقتصر في السرقة العلمية على العمد، وإحنا كما قلنا في الأصل يعني لا يهم سواء كان عمديا أو غير عمديا. كذلك من بين التعريفات ما جاء في قاموس شومبرز، المنتحل بأنه الشخص الذي يسرق أفكار وكتابات الآخرين ويقدمها على أنها ملك خاص به، وعندما يتم فعل ذلك في الجامعة فهو يهدف إلى تحقيق مكاسب كالحصول على منح مالية، ويعد ذلك خيانة للأمانة، يعد ذلك خيانة للأمانة. وهذا هو الإشكال في الحقيقة، يعني لأنه الإنسان أو الشخص الذي يقوم بسرقة أكيد عنده
عنده هدف، عنده غاية، والأهداف والغايات غالبا ما تنحصر في هدفين، مفهوم؟ يا إما هدف معنوي، مفهوم؟ يعني الحصول على الشهادة ومن ثم الترقية، الحصول على الشهادة ومن ثم الترقية، أو الحصول على أموال منح مالية، مفهوم؟ يعني كاين مشاريع بحث يكلف بها باحثون أساتذة يقومون بها، وبعد ذلك يحصلون على منح مالية أو تعويضات مالية، مفهوم؟ نتيجة هذا العمل الذي قاموا به. أما قاموس ميريام ويستر فيعرف الانتحال العلمي بما يأتي: هو سرقة وادعاء ملكية أفكار الآخرين واستخدام ما توصل إليه الآخرون من إنتاج فكري على أنه إنتاجه دون توثيق للمصدر الأساسي. إذا كل هذا الدور في هذا المنحة هذا. وأخيرا، هو اللي ربما سيكون محور دراستنا، هو القرار الوزاري رقم 933 المؤرخ في 28 جويلية 2016 متعلق بالسرقة العلمية، حيث عرف السرقة العلمية في المادة 3 بأنه أو أنها كل عمل يقوم به الطالب أو الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الاستشفاء الجامعي أو الأستاذ الباحث الدائم، أو الباحث، احنا نقول الباحث الدائم، أو كل من يشارك في عمل ثابت للانتحال وتزوير النتائج أو غش في الأعمال العلمية المطالب بها أو في أي منشورات علمية أو بيداغوجية أخرى. إذن هذا هو التعريف اللي جات به المادة 3، حيث يلاحظ على هذا التعريف أنه لا يعبر بحق عن الحالات 6 الأولى المذكورة في هذه المادة، لأنه من بعد رايحين نشوفوا الحالات، وهذه هي الأساس، يعني الحالات 6 الأولى، فهم؟ على اعتبار أن الحالات هذيك 6 الأولى هذيك من المادة 3 اللي راح نشوفها من بعد، يعني معنى ذلك أن الشخص يقوم بعملية اقتباس دون ذكر المصدر. هنا هذا الكلمة أو هذا المعنى أو هذا المضمون لا نجد له أثرا في هذا التعريف. شوف كل عامل كذا، لأنه من بعد هنا هذا في عمل ثابت للانتحال وتزوير النتائج أو غش في الأعمال العلمية المطالب بها، فهم؟ إذن هنا يركز على تزوير والغش، تزوير والغش. علاش؟ لأنه ربما احنا لو كان قرينا غير النص العربي، كان قرينا غير النص العربي ربما ندخلوا هنا الانتحال، فهم؟ ندخلوا الانتحال هنايا، وبعدين لما نشوفوا التعريفات راح نلاحظوا بأنه راح ندخلوا في هذه الحالات 6. ولكن المشكلة أنه لما نرجع للنص الفرنسي، للأسف هنا ربما ما كتبتوش، لما نرجع للنص الفرنسي ما يعني الانتحال هنايا يعتبرها سرقة، هي أصلا يعرفها يقول لك الانتحال أو السرقة العلمية، فهم؟ و يعني نقول النص الفرنسية، نقول النص الفرنسي، و يحصر السرقة العلمية في تزوير النتائج والغش، في تزوير النتائج والغش. وهذه في الحقيقة هذا لا يعبر عن المعنى الدقيق للسرقة العلمية، على اعتبار أن السرقة العلمية في أساسها، في الحقيقة في أساسها، هو أن تأخذ كما قلنا معلومة دون ذكر المصدر. هذا هو يعني هذه الحقيقة نتاع السرقة العلمية. أما ما عداها فنقول هي حالات تدخل، هذا هو المشكل. احنا الآن القرار 933 عرف الحالات الأخرى دون الحالات 6 الأساسية في السرقة العلمية للأسف الشديد، فهم؟ وربما لا هذا الرأي نتاعي هذا متأثر بالنص الفرنسي، قول متأثر بالنص الفرنسي، سأحاول ربما فيما بعد سأحاول إضافته هنا في هذا الفراغ، سأضيف النص الفرنسي حتى تسهل مهمة ربما المقارنة بين النص الفرنسي والنص العربي، فهم؟ نقول هنايا أولا
يعبر عن الحالات الستة الأولى المذكورة في هذا، زيادة عن الغموض الذي يكتنف عبارة التزوير في النتائج. مفهوم؟ يعني علاش قلنا هنايا هذه ربما في الحقيقة ما داخلاش في جل التعريفات هنا، واش يقصد المشرع أو القرار 1933 بالتزوير في النتائج. مفهوم؟ يعني إنه لما نتكلموا على كلمة تزوير معناتها هنايا رايحين نرجعوا لقانون العقوبات. مفهوم؟ لأن التزوير في رأينا عمل لا علاقة له بالسرقة العلمية، فضلا عن عدم الانسجام كما قلنا بين النص العربي هذا الأخير، يعني النص الفرنسي لم يتكلم عن الانتحال كما هو في النص العربي. إذا سأقوم بإضافة النص الفرنسي في هذه الجهة حتى يسهل أو تسهل مهمة المقارنة بين النصين. إذا قبل الحديث عن حالات السرقة العلمية، أنا في هذه الصفحة أردت فقط أن أضع قاعدة. شوفوا هنايا كتبت قاعدة كبداية قبل الحديث عن الحالات التي نص عليها القرار رقم 933. هذه القاعدة في الحقيقة أنا سميتها قاعدة على اعتبار أنني أردت فقط أن أضع ولو يعني محاولة، يعني محاولة شخصية، وإن كان هي مستمدة في الحقيقة من المراجع المنهجية الأصيلة، ولكن أردت أن أضع حدا لذلك الاختلاف. أرى أن الاختلاف ربما قد تكون من ورائه بعض الخلفيات، خلفيات غير العلمية. علاش؟ لأنه ربما قراءتي لبعض المقالات لبعض القانونيين والمنهجيين فعلا تبين لي بأن هناك في الحقيقة بعض التجاوزات، أو يمكن نسموها وحتى هو سماها يعني، أو يعني في مقاله ربما سنتكلم عنه إذا كانت فيه فرصة في الجزء الثاني، مقال رائع جدا يتكلم على ما يسمى بالأسباب الحقيقية لانتشار السرقة العلمية. في رأيكم يعني واش هو هذا السبب يعني الرئيسي؟ السبب الرئيسي بحسب رأي هذا الفقيه وهذا المنهجي، واللي أنا في الحقيقة ضميت رأيي إلى ما قاله، هو التسامح. تسامح، تسامح بمعنى يعني لما نتسامح مع مرتكبي السرقات العلمية، فهذا التسامح سيكون هو السبب الرئيس في انتشار السرقات العلمية. فهم؟ اسمها لا توليرونس. فهم؟ لا توليرونس. فهذا التسامح وهذا المرونة هي اللي خلات ربما الناس لا ترتدع. فهم؟ وبالتالي راح يكون هناك انتشار لهذه او لهذا المرض كما سميناه سابقا، وهذه حقيقة يعني لمسناها ماهوش فقط من خلال قراءتي لهذا المقال، وانما لمسناها عمليا في حياتنا العلمية والبحثية. ولكن لما تكون فيه صرامة ولما تكون فيه عقوبات، لما يكون فيه ردع، اكيد جدا انه ما نقولوش راح نقضيه على هذا المرض، ولكن على الاقل رايح نقلل من انتشاره، وهذا شيء مهم جدا. لذلك نقول بأن هناك قاعدة، أنا نظن أن هذه القاعدة يعني هذه القاعدة لا يختلف عليها اثنان، مفهوم؟ لا يختلف عليها اثنان، وصالحة للتطبيق سواء في العلوم الإنسانية والاجتماعية وكذا، ولا حتى في العلوم الدقيقة، العلوم التجريبية. مفهوم؟ سواء في الرياضيات، في الفيزياء، في الإلكترونيك إلى غيره، مع بعض الاختلاف البسيط. مفهوم؟ مع بعض الاختلاف البسيط. وإلا أنا نشوف بلي هذه القاعدة هذه اللي راهي في هذه الصفحة اللي راكم تشوفوا فيها، هذه إن طبقت صحيحة سليمة من دون أي خلفيات، تأكدوا جيدا بأننا سوف لن نكون أمام أي اختلاف حول هل هذه سرقة ما هي السرقة،
يعني واش هو حجم الى غيره. اذا قلت رغم التقارب الكبير بين مختلف التعريفات التي تعرضت لمفهوم السرقه المائيه، الا ان الاختلاف يظل كبيرا في موضوع السرقه، بمعنى حجم المعلومات التي يمكن من خلالها اعتبار الباحث متهم سارقا علميا من عدمه، إذ أن الجهات المسؤولة على ضبط ومتابعة مرتكبي السرقة العلمية كالجامعات والمعاهد ومراكز البحث في الجزائر مثلا أو في أي دولة من دول العالم لا تزال مختلفة في ذلك، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بتخصصات متشعبة ومتباينة. ليطرح التساؤل عن المعيار الضابط لما هو سرقة علمية في العلوم الدقيقة مثلا عما هو في العلوم الإنسانية والاجتماعية. وحتى لا نخوض في غير مجالنا، نقول أنه بالرجوع للقواعد العامة في الاقتباس نرى أن الباحث في كل مجالاته ربما عليه أن يتقيد بالمعيار التالي. كاين معيار أساس وجوهري، يعني على الأقل نتكلم في العلوم الإنسانية والاجتماعية، قال في القانون، في المجتمع، في الأدب، وإن كان الأدب عنده خصوصيات نوعا ما، الأدب سواء كان يعني لما أقول الأدب سواء الأدب العربي أو الفرنسي أو الإنجليزي عنده بعض الخصوصيات على اعتبار أن النص اللغوي يلعب دور يعني في نقله أو عنده خصوصيات في نقله، بينما في التخصصات الأخرى كما المجتمع ولا التاريخ ولا قانون ولا علوم إسلامية فهي تكاد يعني تتفق في هذه القاعدة. الآن احنا في الاقتباس يعني أو في نقل المعلومة، احنا رانا أمام يعني نوعين، إما أن يكون الاقتباس حرفيا ناخذ أو ننقل المعلومة حرفيا، أو أن نقتبسها بالمعنى، يعني ما كانش حاجة ثالثة، لا يوجد شيء ثالث. حاجة ثالثة واش كاين في البحث؟ كاين إما اقتباس حرفي إما بالمعنى. حاجة ثالثة هي يعني المعلومات نتاعك أنت شخصية، تعليقاتك، آراؤك، تعقيباتك، مفهوم؟ هذيك الحاجة الثالثة نتاعك أنت ما تملكه. أما الآن احنا رانا نتكلموا على النقل، لما نتكلموا على النقل أو الاقتباس فنتكلموا على نوعين فقط، إما اقتباس حرفي إما بالمعنى. دوك الاقتباس الحرفي في النوع الأول، احنا الباحث هذا باحث يعني في مستوى، ربما ما نتكلمش على طالب في المستوى الأول في الليسونس ولا شوية في الماستر، ولكن نتكلم على الباحث يعني الحقيقي، يعني في خصوصا يعني طالب الدكتوراه ولا الاستاذ الباحث، ولا نتكلم على هاد الناس. يعني لما نتكلم على هؤلاء الان، يعني انت بلغت مستوى معين، يعني هل تنقل كل شيء حرفيا؟ مستحيل، يعني انت ما تنقلش كل شيء حرفيا، والا فلماذا انت تسمى باحثا؟ فلماذا تبحث اذا تنقل كل شيء حرفيا اي عباره مهما كانت؟ لا، إذا أي الذي ننقله حرفيا هي حالات محددة. أنا هنا مثلا قال في القانون، في الشريعة، في أي شيء، يعني في أي تخصص من هذه التخصصات، مثلا آية قرآنية شيء طبيعي جدا، أحاديث نبوية، فهم؟ مواد قانونية بالنسبة لطلبة القانون أو الباحث في القانون، فهم؟ تنقلها حرفيا مثلا، التعاريف تنقل حرفيا غالبا، فهم؟ الأحكام والقرارات القضائية كالأسانيد، ماشي كاع الأحكام والقرارات القضائية راح توضح أنت في 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 صلب الموضوع في المتن ولا في الهامش، لا، إذا كنت يعني تحتاج هذا الحكم ولا القرار وتشوفه باللي ضروري في البحث نتاعك، فيمكن أن يكون يعني صفحة من صفحات الملحق، ومديرو في الملحق، ولكن أنت ما غاديش تحتاجه كله، راح تحتاج سند منه، تسبيب تاع القاضي، منطوق الحكم مثلا، مفهوم؟ المبدأ الذي جاء به هذا الحكم والقرار، هذا تضعه حرفيا في المتن ولا في الهامش ولا المهم، مفهوم؟ الأقوال والآراء المأثورة في القانون ولا في أي تخصص آخر، هناك أقوال لفقهاء، لعلماء قدماء أو جدد مأثورة معروفة، مفهوم؟ هنا يمكن أنك يعني تنقلها حرفيا. الحكم والأمثال، مفهوم؟ في بعض التخصصات يعني في اللغة العربية، في التاريخ، في كذا، لعلماء، لفقهاء، لحكماء، فهم؟ تنقلها حرفيا. العبارات المؤثرة، وهنا واش نقصد بالعبارات المؤثرة؟ حتى وإن كان في الحقيقة في بعض الأحيان قد يكون الكلام عادي، فهم؟ ليس لا بقول مأثور ولا حكمة ولا مثل ولا أي شيء، هو كلام عادي، ولكن الباحث
رأى بأن ذلك الكلام مؤثر، يعني تلك العبارة مؤثرة، التغيير أو تحويلها إلى بأسلوب الباحث قد يؤثر في مضمونها في فكرتها، فيتركها كما هي، ولكن بشرط أن هذه العبارة المؤثرة ما تكونش يعني لا يجب أن تتكرر دوما في البحث كاع، مفهوم؟ يعني الإنسان يتأثر بعبارة مرة زوج ثلاثة مثلا ماشي كل مرة، مفهوم؟ فتنقل تلك العبارة كما هي، مفهوم؟ وتضعها بين شولتين أو قوسين، تكتبها يعني أونغرا يعني بخط قاتم مثلا، يعني غير باش تبين الاقتباس الحرفي، مفهوم؟ باش تبين الاقتباس الحرفي في متن البحث. وهذه الحالات كما راكم تشوفوا، هذه الحالات يعني راهي واضحة باينة، يعني ما يمكنش أنت تغير فيها ولا مفهوم تنقلها حرفيا، مفهوم؟ على ألا تتعدى أسطورا معينة، لا تتجاوز 7 إلى 10 في كل مرة. يعني غالبا هذا كاع هذا الشيء هذا اللي راكم تشوفوا فيه هنايا، يعني حتى الآيات القرآنية ما غاديش تجيب سورة قرآنية سورة ولا في حديث نبوي، ما غاديش يعني تذكر كل يعني الحديث مهما كان ما راحش، خصوصا احنا في القانون نتكلم ربما في القانون، مفهوم؟ يعني حديث لا يتجاوز في كثير من الأحيان 10 أسطر مثلا، احنا معليش إذا تجاوز ذلك وكان مهما جدا في بحثك لا يمكن أن يعني، ولكن غالبا في المتن تجيب يعني ما 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 يهمك، تبغي تجيب الحديث كاع تنجم يعني ما لا يهمك منه انت تذكر الحديث في الهامش، مفهوم؟ ولا حتى في بعض الاحيان اذا اقتضى الضروره في الملحق مثلا، مفهوم؟ حتى المواد القانونيه، مفهوم؟ حتى المواد القانونيه يعني الاستشهاد، الاستشهاد بالمعلومات ولا كذا، انت راح تستشهد بما يهمك في تلك الفقرة أو في تلك العبارة أو في ذلك الفرع، ومستحيل يعني غالبا يعني رانا في الميدان تاع البحث ما تفوتش هاد الأسطر، يعني الاقتباسات الحرفية 7 حتى 10 هي بزاف، مفهوم؟ إذا هذا فيما يخص الاقتباس الحرفي، وأي دوك أي حالة من هاد الحالات المذكورة هنايا عندها الخصوصية تاعها كما قلنا تضعها في المتن بين شولتين أو قوسين أو مزدوجتين، تكتبها تنجم يعني بخط مائل بلون قاتم يعني أو بحجم قاتم، مفهوم؟ تبينها وتنزل الهامش وتكتب المصدر ولا المرجع الذي أخذت منه هذه المعلومة هذه، مفهوم؟ هذا عن الاقتباس الحرفي راه واضح. الحالة الثانية أو النوع الثاني اللي هو الاقتباس بالمعنى، مفهوم؟ الاقتباس بالمعنى واش معناتها؟ معناتها الآن ما رايحش تدي نتايا المعلومة حرفيا، رايح تدي الفكرة نتاعها فقط، مفهوم؟ وتكتبها بأسلوبك الخاص، هذا هو الاقتباس بالمعنى. هذا المعلومة هذه، مفهوم؟ يعني في أي بحث علمي ما رايحش تجاوز عدد الأسطر أسطرا معينة، مفهوم؟ ربما 5 6 7، لأنه فقرات يعني طبيعة الفقرات في أي بحث ما راه هذه ماهيش رواية ولا قصة، مفهوم؟ نتكلم على وجه الخصوص ربما الآن في هذه النقطة في القانون، ما راحش تجاوز 6 7 سطور 8 فقرة، مفهوم؟ أي فقرة ما راحش تجاوز، لأنه هذه فكرة فرعية يعني تفصيلية جزئية، مفهوم؟ ما راحش تجاوز 6 7 أسطر. لذلك أنت رايح يعني لما تاخذ فكرة مؤلف ولا يعني معلومة من كتاب ولا، راح تدي الفكرة وتصيغها بأسلوبك الخاص، هذا نسموه الاقتباس بالمعنى، مفهوم؟ هذا يعني بمعنى راح تغير نتايا فقط المبنى دون المعنى، مفهوم؟ تغير المبنى يعني تغير غير العبارات، مفهوم؟ الأسلوب، وتستعمل أسلوبك الخاص، مفهوم؟ إذا هنايا كما قلنا ما راحش تتعدى كذلك أسطر كثيرة، وفي نهاية تلك الفكرة أو الأسلوب الذي الأسلوب الخاص بك أنت والفكرة نتاع غيرك، مفهوم؟ لأنه هنا لأنه في الاقتباس الحرفي كي الأسلوب كي الفكرة ماشي نتاعك، بينما في الاقتباس بالمعنى الأسلوب نتاعك بصح الفكرة نتاع واحد آخر، مفهوم؟ وجوهر الشيء في المعلومة هو فكرة،
وبالتالي الفكرة مادام تاع إنسان واحد آخر تاع مؤلف آخر، إذا هنا من باب الأمانة العلمية في نهاية تلك الفكرة التي كتبتها بأسلوبك الخاص تضع رقم إحالة وترجع للهامش وتكتب اسم المؤلف. فهم تكتب اسم المؤلف. وهنا ما بغيتش أنا ندخل في التفاصيل تاع كيفية كتابتها شكليا وكذا، فقط أنا غير باش نعطي الفكرة الآن، وهذاك الشيء هذاك رانا تكلمنا عليه في محاضرات سابقة. فهم إذا أنا قلنا فعليه أن يلتزم بنقل ما يلزم من أفكار غيره بأسلوبه وتعبيره الخاص مع ذكر المصدر بدقة، على أن يتبع ذلك بتعليقات وتعقيبات علمية شخصية بناء ومقنعة. فهم؟ لأنه هذا كلام غيرك. فهم؟ كل ما في الأمر أنك صيغته بطريقتك أو بأسلوبك. بصح هنا لأنه يسألني الواحد يقول لك علاش إذا كان كيما هاك علاش نبدل الأسلوب؟ نعم تبدل الأسلوب لأنه كلام عادي خارج هذه الحالات. ما دام أنه خارج هذه الحالات وماهوش عبارة مؤثرة مجرد كلام عادي، إذا أنت راك في مستوى وين تنجم تغير العبارة ولا الفقرة. مفهوم شيء طبيعي جدا، هذا هو الشيء اللي يخلي يعني انتقل الاقتباس بالمعنى. مفهوم هذا هو الشيء اللي يخليك تنتقل. وكل ما في الأمر كما قلنا فكرة ما دامش نتاعك، انت غيرت الأسلوب، إذا في الأخير تضع رقم الإحالة ترجع لها مش تكتب لنا المرجع، وهذا شيء مهم جدا. فهم؟ وانت ما دام راك في مستوى تاع دكتوره ولا استاذ ولا كذا، فعليك بعد كل اقتباس سواء كان حرفيا او بالمعنى ان تقوم بالتعليق والتعقيب على تلك الافكار، وهذا شيء مهم جدا. فاذا تقيد الباحث في اقتباسه للمعلومات بهذه القاعده فلا نختلف في تكييف السرقه العلميه، لا من حيث حجمها ولا من حيث نوعيتها ابدا. فهم؟ إذا هذا الذي أريد أو أردت أن أؤكد عليه، أننا إذا التزمنا بهذه القاعدة من بعد ما نختلفوش. إحنا تعرفوش وين نختلفوا؟ نختلفوا فقط لأنه الشيء اللي تكلمنا عليه شيء واللي غادي نقوله الآن شيء آخر. نختلف فقط إذا كان مثلا دكتورة فيها 500 صفحة. فهم؟ 500 صفحة غالبا 400-500. وقام صاحب هذه الأطروحة بنقل أو اقتباس معلومة مرة واحدة مثلا ولا زوج مرات في كاع الدكتوراه نتاعو، هذا ما يأثرش. فهم هذا لا يؤثر. معليش احنا رانا متفاهمين على القاعدة، دارها مرة ولا زوج نجمو نتجاوزوها. بصح إذا استمر الأمر بهذه الطريقة لصفحات كثيرة، فهم احنا دوك لو كان نطبقوا القانون يعني كما هو، يعني قرار 933 المادة 3 نطبقوها كما راهي وكما راح نشوفوا من بعد في الحالات، يعني وكان نطبقوها بكل صرامة كون يديرها غير مرة راه داخل في المادة 3 فهم ويعاقب. ولكن احنا ما نوصلوش لديك الدرجة، لأنه دائما نقرروا ونشوفوا يعني علاش، لأنه مرة ولا زوج مرات وتكون بسيطة يعني لا تتجاوز ربما 4 سطور ولا 5 كتبها وما دارش المصدر نتاعو، هذا لا يؤثر في الحقيقة. فهم هنا يعني أي شخص أي واحد راح يقولك هذا الكلام، يعني ما ندورش يكون فيه اختلاف. فهم ما ندورش يكون فيه. هو علاش يعني لما تكلمنا هنا قلنا إلا أن الاختلاف يظل كبيرا. هنا واش نقصد يظل كبيرا؟ هو يجيك إنسان، وهذه صارت يعني في الكثير من الأحيان، رسالة ولا مقال يعني ثلثه أو ربعه مسروق علميا. فهم يعني لما أقول ثلثه ولا ربعه، ربع يعني واحد من ربع، يعني بحث فيه 50 صفحة يعني 15 صفحة مسروقة، هذا ليس بحثا، هذا بحث مسروق علميا. ما فيهش اختلاف، ما المفروض ما فيهش اختلاف. ولكن للأسف الشديد يعني لما يكون فيه كما قولوا كما قال ذلك الفقيه الفرنسي، لما نتكلموا بلغة التسامح تنتشر السرقات العلمية. قال معليش 15 صفحة من 50 ماهيش حاجة كبيرة. لا حاجة كبيرة، 15 صفحة إذا طبقنا القاعدة هذه راهي حاجة كبيرة. لذلك يجب علينا أخذ الحيطة والحذر، ونقول أنا لما نقول عدم التسامح ماشي معناتها رانا قاسيين على الباحثين ولا لا. فهم ما نقول، وإنما
انما نقصوا في هذا الاخر، هذا في لمصلحة البحث العلمي وفي مصلحة الباحثين، من اجل تصويب الاخطاء الكثيرة التي يعني يقع فيها الباحث. اذا الان بعد ما عرفنا القاعدة و اتفقنا عليها، الان راح نشوف الحالات السرقة العلمية. الان كما قلنا احنايا مادام اننا في الجزائر، اذا رايحين نستنبط او نستخرج تلك الحالات من القرار رقم 933 اللي تكلمنا عليه، المؤرخ في 28 جويلية 2016، الذي يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها. فهم؟ اذا هذا القرار تشوفوه اصدر في 2016. علاش؟ كما قلنا من قبل، احنا كان فيه واحد شوية فراغ، كان فيه واحد شوية فراغ قبل صدور هذا القرار، على اعتبار انه كان هناك تضارب، يعني ما كانش فيه جهات هكذا محددة يعرض فيها مرتكب السرقات العلمية، حتى من حيث الإجراءات وكذا، كانت الأمور ربما يسودها نوعا من التضارب والفراغ إلى غير ذلك. بعد ما جاء هذا القرار، أمور طرحت يعني بشيء كبير جدا، فهم على الرغم من بعض النقائص، ولكنها يعني لا تعدو أن تكون مجرد يعني نقائص بسيطة. إذا الآن احنا من خلال المادة الثالثة من القرار هذا 933، المشرع عفوا القرار، القرار هذا 933 أذكر حوالي 12 حالة، يعني من حالات السرقة العلمية. هي في الحقيقة ليست كلها سرقات علمية بالمعنى الدقيق للكلمة، وإنما احنا لذلك احنا حاولنا أننا هذه 12 حالة أننا نصنفها، يعني نضعها، فبعد قراءتنا لهذه الحالات اتضح لنا أنها يعني تصنف في ثلاث مجموعات، تصنف في ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى هي حالة عدم الإشارة للمرجع أو المصدر. الحالة الثانية راح نشوفها تتمثل في الغش والاحتيال، والحالة الثالثة اللي هي تتعلق باستغلال ثقة الباحثين، يعني استغلال مرتكب السرقة العلمية لثقة الباحثين، فهم كما راح نشوفوا من بعد. إذا المجموعة الأولى هي مجموعة حالات عدم الإشارة للمرجع أو المصدر، فهم، والمعنى نتاعها لما نقول مجرد ما الإنسان لا يشير إلى المرجع الذي نقل منه أو اقتبس منه تلك المعلومة، معنى ذلك أنه ينسب تلك المعلومة إليه هو، فهم، وهذا شيء طبيعي. أنت مادام ما درتش المصدر من جيب ديك المعلومة، معناتها راك تقول لنا بلي هذه المعلومة نتاعك، فهم. إذا من خلال هذه المجموعة كذلك الستة، أنا استخرجت بعد قراءتي للحالة الأولى، رأيت بأنها هي التي تشكل القاعدة العامة نتاع بعض الحالات التي تأتي بعدها، فهم. إذا الحالة الأولى بالنسبة لي كما رأيتها أنها تشكل القاعدة، فهم. علاش؟ لأنها يعني بمعنى آخر يعني يمكن الاقتصار غير على هذه الحالة، دون هذه الحالات الستة، يعني الخمسة عفوا، فهم. يعني لو كان القرار كان غير هذه الحالة، كانت كافية للتعبير عن هذه الحالات كلها خمسة هذه، فهم. وراح نقراوها وتشوفوا. إذا بالنسبة للحالة الأولى اللي أنا سميتها هي القاعدة، تتمثل في اقتباس لا سيتاسيون، يعني باللغة الفرنسية نقولوا سيتاسيون، اقتباس كلي أو جزئي لأفكار، شوف كلي أو جزئي، لأفكار أو معلومات أو نص أو فقرة أو مقطع من مقال منشور، فهم، أن تقتبس كليا أو جزئيا فكرة، معلومة، نص، فقرة، مقطع من مقال منشور
أو من كتب أو مجلات أو دراسات أو تقارير أو من مواقع إلكترونية، مفهوم؟ أو إعادة صياغتها، دوك نجي لهاد الكلمة، أو إعادة صياغتها دون ذكر مصدرها أو أصحابها الأصليين، دون ذكر مصدرها أو أصحابها الأصليين. إذا واضح جدا أنه هذا، تشوفوا هذا كل هذا المقطع أو هذا الفقرة هنايا كلها نسميها اقتباس حرفي، فهم؟ لأنه تشوف واضح جدا اقتباس كلي أو جزئي لأفكار كذا 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 من مشهورة أو من مواقع، يعني تقتبس كليا أو جزئيا، يعني حرفيا بمعنى هنايا نقصد بهذه العبارة كاع اللي هنايا، فهم؟ معناتها الاقتباس الحرفي. ومن بعد عاد يقول أو إعادة صياغتها باللغة الفرنسية لا ريفورمولاسيون، لا ريفورمولاسيون اللي هو نسموه الاقتباس بالمعنى اللي تكلمنا عليه سابقا، فهم؟ إذا احنا الآن في هذه القاعدة رانا أمام اقتباس حرفي واقتباس بالمعنى، فهم؟ هو الاقتباس حرفي يبدأ منا ويكمل هنا، أو إعادة صياغتها اقتباس بالمعنى، فهم؟ اقتباس بالمعنى. والأساس في كل هذين الاقتباسين هو عدم ذكر، يعني باش تولي لأنه منا لهنايا أمور راهي عادية، ولكن وين تا ما توليش عادية وين تا تولي سارقة هو دون ذكر مصدرها وأصحابها الأصليين، فهم؟ يعني عدم الإشارة للمرجع أو المصدر، مفهوم؟ دون ذكر. وهنايا الشيء الجميل أن القرار المادة هنا ثلاثة ما قاتلكش، يعني هنا لم تحدد إن كان عمديا ولا غير عمدي، هنا لا يهم كما قلنا، فهم؟ يعني لا لا يعني لا يشترط أن يكون العمل عمديا، لأنه هنا هذه ماهيش هذه تخص باحثين، والباحث لما يوصل لدرجة تاع دكتوراه ولا أستاذ باحث يدير مقال ولا كتاب ما فيهاش، ما بقاش يعني في هذا المستوى تجي تقول له دي ما درتهاش بالعاني، كاش منها، لأنه هذه عبارة عن معارف يجب أن يتقنها طالب الدكتوراه أو الأستاذ الباحث أو الدائم أو الاستشفائي أو لغير ذلك أو الطالب، فهم؟ إذا هنا ما فيهاش يعني عمدي ولا غير عمدي، فهم؟ إذا واضح جدا أنه الدهنة ما فيها، وهذا هو المشكل، يعني ما كاش تسامح، لا يجب أن يكون هناك تسامح ليجي يقول لك لا ماشي بالعاني، فهم؟ ما فيهاش بالعاني ولا ماشي بالعاني، ترك في مستوى وين يفترض أنك تعلم بما تقوم به، فهم؟ شيء يعني مفروغ منه. إذا هذه القاعدة. الآن التفريعات نتاعها راح نشوفوها لما نقراوها تعرف باللي أنها متفرعة من هذه القاعدة، فهم؟ شوف اقتباس مقاطع من وثيقة دون وضعها بين شولتين، دوك تبقى هنا غير ودون ذكر مصدرها وأصحابها الأصليين، مفهوم؟ استعمال معطيات خاصة دون تحديد مصدرها وأصحابها الأصليين، نفس المعطيات، مفهوم؟ لي دوني بريفي، مفهوم؟ نقصد بها أي معطيات، وهذو تقريبا تستعمل في بعض التخصصات مثلا، بصح يعني عامة، مصطلحات عامة. استعمال برهان أو استدلال معين دون ذكر مصدرها وأصحابها الأصليين، مفهوم؟ أي برهان أو استدلال في أي يعني تخصص من التخصصات، هي كلها داخلة هنايا تاني، مفهوم؟ خصوصا لما نقول برهان أو استدلال معين في كثير من الأحيان يعني تعاد صياغتها، مفهوم؟ تعاد صياغتها. خامسا استعمال إنتاج فني معين أو إدراج خرائط أو صور أو منحيات بيانية أو جداول إحصائية أو مخططات في نص أو مقال دون الإشارة دائما إلى مصدرها وأصحابها الأصليين، إذا واضح جدا، مفهوم؟ وهذه توجدها ربما في بعض التخصصات، تاريخ، جغرافيا، ولا في أي تخصص من، مفهوم؟ ثم هنا تشوفوا درتها يعني كتبتها وحدها الترجمة، ويا وإن كان داخلة هنا تاني، لأنه يعني تشوف دائما تنتهي بهذه العبارة دون ذكر المترجم أو المصدر.
شوف الترجمة من إحدى اللغات إلى اللغة التي يستعملها الطالب أو الأستاذ الباحث أو كذا أو كذا بصفة كلية أو جزئية دون ذكر المترجم أو المصدر. شوف هنا مشكلة، هنا موجود مشكلة من الناحية العملية، لأن الكثير من الباحثين يقومون بترجمة ربما بعض الكلمات بعض العبارات ملخصات، فهم لما يكون في مقال ولا يترجم لك ملخص، غالبا واش يدير يا إما يترجمه له إنسان مختص، فإذا كان مثلا ملخص باللغة الفرنسية يروح عند أستاذ الفرنسية، إذا قال بالإنجليزية يروح عند أستاذ بالإنجليزية فيقوم بترجمته له. ولكن غالبا في الحياة تشوفوا احنا في المجال البحث العلمي ولا في أي مقال يكتب ولا كتاب ولا مؤلف ولا مداخلة ولا لا يشير الباحث إلى من قام بترجمة ذلك النص له، وهذه مشكلة. فهم؟ يعني لأنه احنا اعتدنا ربما يقول لك يكتب مترجم إذا كانت الترجمة من كتاب، بصح يعني في بعض الأحيان وفي ولا في كثير من الأحيان كاين الإنسان لا يجيد اللغة الأخرى وتلقاه يدير مراجع باللغة الفرنسية والإنجليزية هو ما يعرفش اللغة هذه، مفهوم؟ إذا لابد من الإشارة إلى من ترجم لك حتى وإن كان شفويا، مفهوم؟ ولا في بعض الأحيان كاين ترجمات يديرهم مثلا في مواقع إلكترونية، من مواقع إلكترونية سواء كانت تلك المواقع العامة غير متخصصة كما هو معروف مثلا في جوجل ولا جوجل ترادكسيون مثلا زابليكاسيون التطبيقات، ولا كانت ترجمات متخصصة، لأنه كاين يعني في على مستوى الإنترنت كاين مواقع متخصصة في الترجمات يعني بمقابل مبالغ. إذا يجب الإشارة إلى من قام بتلك الترجمة، وهذا شيء مهم جدا، فهم؟ لأننا شفنا يعني واحد شوية إهمال في هذا الجانب، لذلك يعني من باب الأمانة هذه كلها من باب الأمانة العلمية لابد. يعني مؤخرا يعني ناقشنا رسالة الدكتوراه، يعني الباحث رجع فيها إلى الكثير من المراجع باللغة الفرنسية، ولكن يعني من خلال مناقشة تاعنا مع ذلك الطالب لاحظنا بأنه الطالب لا يجيد اللغة الفرنسية، فلما سألته يعني كيفاش درت وترجمت هذا اللغة قال لك كاين ناس عاونوني، ولماذا لم تذكرهم؟ يعني يجب ذكرهم من باب الأمانة العلمية، كي نعرف أنت تعرف الفرنسي ولا ما تعرفش، فهم؟ لما تذكر أولئك الأشخاص الذين ترجموا لك نعرف باللي أنت، وهذا ليس عيبا إذا ما تعرفش أنت اللغة الفرنسية، العيب أنك ما ذكرتهمش هذا هو العيب، أما إذا ذكرتهم هذا إن دل إنما يدل على يعني أمانتك العلمية، يدل على أنك أمينا يعني في الجانب العلمي، وهذا ليس هذا لا ينقص يعني من مستواك، ما ينقصش، مفهوم؟ كاين كتاب وعلماء ورجال قانون فرنسيين ما يعرفش من غير اللغة الفرنسية ما يعرفش لغة واحدة أخرى، وهما فقهاء كبار، وهذا ليس عيبا، مفهوم؟ إذا العيب هو أنك يعني تخون الأمانة، هذا هو العيب، وخيانة الأمانة، وهذه تسمى سرقة علمية للأسف، مفهوم؟ هذا بمقتضى هذه الفقرة هنايا كما هو واضح جدا، يعني إذا هذه هي حالات لتدخل في ما يسمى بمجموعة حالات عدم الإشارة للمرجع أو المصدر، وهي كما قلنا هنايا هذه القاعدة العامة يعني نتاع هاد الحالات. المجموعة الثانية من مجموعة الحالات السرقة العلمية مذكورة في المادة 3، المجموعة الثانية سميناها بالغش والانتحال، فهم؟ الغش والانتحال علاش؟ لأنه يغلب عليها هذا الطابع، طابع الغش والانتحال، مفهوم؟ شوف كاين أربع حالات، الحالة الأولى فيها اللي هي الحالة السابعة في الحقيقة تاع النص المادة 3، شوف نشر نص أو مقال أو مطبوعة أو تقرير أنجز من طرف هيئة أو مؤسسة واعتباره عملا شخصيا، هذا غش وانتحال، مفهوم؟ وحنا الانتحال ربما هنايا داك المصطلح اللي نستعملوه شوية في قانون العقوبات، إنسان ينتحل صفة شخص آخر ولا ينتحي شخصية أخرى، وهنا تقريبا راهي نفس، مفهوم؟ إنسان ينشر نص مقال أو مطبوعة أو تقرير أنجز من طرف هيئة أو مؤسسة واعتباره عملا شخصيا، وهذا شيء موجود في الحياة العملية كثير، يكون رئيس مصلحة ولا مدير هذيك المؤسسة ولا مدير هذيك وحدة بحث
فهم ولا مشروع بحث معين تقوم به تلك المؤسسة، يعني هذيك الفرقة ولا هذيك الأعضاء ولا هذيك المجموعة، من يكملوا هذاك البحث نتاعهم، واش يدير هذا المدير ولا هذا رئيس مصلحة ولا هذا رئيس المشروع، يقوم بنشره ويعتبره عملا شخصيا له، يعني يدير غير اسمه هو، ينشره ويقوم بكتابة اسمه فقط. هذا يعتبر يعني من قبيل السرقات العلمية، وبالتدقيق نقول هو غش وانتحال، فهم؟ لأنه قام بعملية غش وانتحال، يعني صفة أطراف وجهات أخرى. المفروض هذا المقال ولا المطبوعة تنشر باسم الهيئة أو المؤسسة ككل، دير اسمك من فوق أنت ودير اسم يعني الأعضاء من تحت. حالة أخرى اللي هي قيام الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الشفائي أو الباحث الدائم أو أي شخص آخر بإدراج اسمه في بحث أو أي عمل علمي دون المشاركة في إعداده. كذلك هذه من الظواهر الموجودة في الحياة العملية، مفهوم؟ ما نلقاوها كثير، يعني سواء في المقالات العلمية في المجلات، مفهوم؟ إنسان ما يعني ما كانش عنده حتى مشاركة لا من بعيد ولا من قريب، قال زيدوني ولا دير اسمي معك، ولا في مداخلة في ملتقى مثلا من الملتقيات العلمية، يوم دراسي ملتقى ولا ملتقى دولي، هم لم يشارك في العمل ولو يعني قيد أنملة، يعني ما دي حاجة ما دارهاش، الناس تحشم منه ولا ما عارف، فيدرج اسمه في ذلك العمل دون المشاركة في إعداده. هذا يعتبر غش، مفهوم؟ هذا يعتبر غش. قيام الباحث الرئيسي بإدراج اسم باحث آخر لم يشارك في إنجاز العمل بإذنه بغرض المساعدة على نشر العمل استنادا لسمعته العلمية. هذه موجودة كذلك، يعني كل الحالات موجودة في الحياة العملية، فهم؟ يعني ما قال، ونوجدها بزاف في مقالات ولا في الملتقيات، فهم؟ مقالات المشهورة في المجلات ولا. فهذا الباحث هذا واش يدير؟ يكتب هو يكتب البحث نتاعه، مفهوم؟ هو يكتبه، ولكن واش يدير؟ يزيد معاه انسان واحد اخر باحث ولا استاذ معروف عنده سمعه في ذاك التخصص، يزيدوا ولكن هنا باذنه، مفهوم؟ باذنه يزيدوا، مفهوم؟ قيام الباحث شكون الان شكون اللي يتعاقب؟ هي المفروض هنايا على حسب الحاله هذه يتعاقب هذا الباحث الرئيسي، هو اللي يتعاقب هنايا. ونشوف كذلك أنه حتى هذا الإنسان يتعاقب طالما أعطى موافقته بأن يدرج اسمه في هذا البحث، لأنه هذا الذي أعطى إذنه وراء أستاذ ولا راه باحث عنده سمعة كبيرة، فكيف به؟ لأنه هنا راح شغل راح يدخل هنا في الحالة من يهالي هذا، فهم؟ هذا الباحث هذا اسم باحث آخر اللي أعطى الإذن تاعو راح يدخل هنايا في الحالة هذه، مفهوم؟ لأنه هو عطى إذنه، يعني عطى الموافقة نتاعو بإذنه، مفهوم؟ بإذنه بغرض المساعدة، لأنه راح نشوفوا هذه الحالة التاسعة هذه، أنا قسمتها على زوج، واحدة حطيتها هنا، هذه في الغش والانتحال، والحالة أخرى غير هي ولكن بدون إذنه، راح نشوفوها في المجموعة الثالثة، مفهوم؟ غير هي هذه الحالة التاسعة. قسمتها على زوج، وحده طالما انها تمت بموافقه هذا الباحث الاخر ذي السمعه العلميه المعروفه، مفهوم؟ تدخل في قبيل الغش والانتحال، وهنا راح يتعاقب الباحث الرئيسي ومعاه، وان كان ما ظهرش هنا بصح معاه كذلك هذا الباحث الاخر لانه اعطى موافقته، مفهوم؟ هذا ما رايحش موافقته بكل حرية وإرادة، يعني بكل إرادة حرة، وبالتالي راح أنا في مقام الشريك، يعني وكأنه شريك في هذه المخالفة في هذه الجريمة. يعني الحالة العاشرة في هذه المجموعة هي قيام الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الشفائي الجامعة أو الباحث الدائم أو أي شخص آخر بتكليف الطلبة أو أطراف أخرى بإنجاز أعمال علمية من أجل تبنيها في مشروع بحث أو إنجاز كتاب علمي أو مطبوعة بيداغوجية أو تقرير علمي. كذلك
هذه نوجدها كثيرة في الحياة العملية، شغل وكأنه الأستاذ هذا يستغل الطلبة نتاعو الذين يشرف عليهم، سواء في الدكتوراه ولا في مشروع عمل معين، ولا هو يكلفهم، لأنه هنا القضية تشوف بتكليف الطلبة، يكلفهم بالقيام بعمل ومن بعد هو يدي ذاك العمل ويتبناه هو ويديروا باسمه هو. وهذه صرات يعني في الحياة العملية كثيرة جدا مفهوم موجودة، وللأسف الشديد أنه الشيء الجميل، نقول قبل ما نقول هذا قبل ما نتأسف، نقول الشيء الجميل أنه المادة ثلاثة توسعت في 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 مفهوم السرقة العلمية، وإن كان هنا هادو لا تعتبر سرقة علمية بالمفهوم الدقيق، ولكن مع ذلك تدخل في حكم السرقة العلمية، تدخل في حكم السرقة، اعتبرها يعني القرار وكأنها تدخل في حكم السرقة العلمية، هي بالمعنى الدقيق ليست سرقة علمية، ولكن شيء جميل. فقد كان من المفروض أنه يعني في حالات السرقة العلمية كان المفروض يقسمها كما قسمناها هكذا حتى تتضح الأمور أكثر فقط، وإلا في الحقيقة شيء جميل لما المشرع، أو عفوا دائما اعتذر على هذا الخلل، لأنه القرار هذا هو من صلاحيات السلطة التنظيمية. إذا قلت جميل أنه القرار 933 يعني أضاف هذه الحالات، هذه هم لأنه تعج بها الحياة العملية، للأسف الشديد موجودة في الحياة العملية بشكل كبير جدا، حتى ربما نشارك فيها دون أن ننتبه لها، على الرغم من أنها مخالفة لأخلاقيات وأدبيات العمل والبحث العلمي. وهذه الحقيقة يعني التي يجب أن نؤمن بها، مفهوم أن نؤمن بها، ومن ثم يجب علينا أن نتجنب مثل هذه الأعمال لا أخلاقية، أقول هي أعمال لا أخلاقية. فيما يخص المجموعة الثالثة اللي سميتها بالاستغلال لا أخلاقي لثقة الباحثين، مفهوم هي فيها حالتين زائد الحالة يعني الثالثة اللي كما قلت منبثقة من الحالة السابقة وراح نشوفوها. إذا الاستغلال لا أخلاقي لثقة الباحثين، لأنه أكيد يعني هناك ثقة يعني تجمع الباحثين ككل، سواء بين الباحثين فيما بينهم أو الباحث والباحث، إحنا لما نقول هنايا ربما نقصد بين الأستاذ والطالب، ولا بين الأساتذة فيما بينهم، ولا بين طلب الباحثين فيما بينهم، كاين ثقة، ثقة يعني أساسها المودة والعلاقة الطيبة التي تجمع يعني هذه الأطراف، ولكن في بعض الأحيان كاين من يستغل هذه الثقة، مفهوم؟ هذه الثقة في هذا الجو والفضاء العلمي والبحثي، هناك أناس يستغلون هذه الفرصة. مثلا كما نشوف هنا الحالة هذه، استعمال الأستاذ الباحث أو الأستاذ كذا كذا أو أي شخص آخر أعمال الطلبة ومذكراتهم كمداخلات في الملتقيات الوطنية والدولية أو لنشر مقالات علمية بالمجلات الدولية، فهم هنا استغلال، هذا يسمى استغلال، فهم هنا هذا استغلال من طرف الأساتذة والباحثين الدائمين، فهم استغلال لأعمال الطلبة ومذكراتهم، وهذا كذلك من الحالات الكثيرة في الحياة العملية، فهم من الحالات الكثيرة، أو يعني قلت يستعملها يجي أستاذ يدي مذكرة ولا رسالة تاع الطالب تاعو ويروح يديرها في ملتقى وطني ولا دولي، أو ينشرها كمقال علمي في مجلات علمية، فهم إذا هذا يعتبر استغلال. حالة أخرى اللي هي قيام الباحث الرئيسي، كنت تكلمنا عليها سابقا، بإدراج اسم باحث آخر لم يشارك في إنجاز العمل دون إذنه، فهم في الحالة الأخرى اللي شفناها بلا في الغش والاحتيال بإذنه، هنا بدون إذنه، هي غير حالة واحدة أنا ارتأيت تقسيمها وتوزيعها بين تمييزها بين المجموعتين، لأنه حالة بإذنه تنتمي المجموعة هذه الثانية، وهنا دون إذنه معناتها الآن فقط الباحث الرئيسي هو الذي يستغل، مفهوم؟ يستغل يقوم بإدراج اسم باحث دون علم هذاك الباحث، دون علمه، بغرض المساعدة على نشر الحماس استنادا إلى سمعته العلمية. تشوف هنا كتب تكرار الحالة رقم 9، ولكن الفرق بينهما أنها هنا تقع دون إذنه، مفهوم؟ إذن
هذا دون أن يعلم، يعني ما ليس عالما، وبالتالي لا علاقة له بما قام به الباحث الرئيسي. فهم؟ هذه كذلك موجودة في الحياة العملية. الحالة الأخيرة في المجموعة هذه هي إدراج أسماء خبراء ومحكمين كأعضاء في اللجان العلمية الملتقيات الوطنية والدولية وفي المجلات الدولية من أجل كسب المصداقية دون علمي وموافقة وتعهد كتابي من قبل أصحابها أو دون مشاركتهم فعليا في أعمالها. وهنايا أنا ما قسمتش ولا شيء، علاش؟ لأن هذا لا يعتبر عمل علمي مازال، يعني هذا مجرد إدراج أسماء خبراء ومحكمين كأعضاء في اللجان، لأنه كاين لجان علمية في ملتقيات وطنية دولية أو حتى في مجلات علمية ودولية، مفهوم؟ تحتاج يعني يحتاج مثلا رئيس تحرير ولا مدير ملتقى يحتاج إلى أسماء كبيرة تكتب في أو تدرج في هذه الملتقيات ولا في هذه المجلات. إذا في هذه الحالة يعني التقاليد معروفة في هذا الجانب، على اعتبار أنه هذا رئيس تحرير ولا مدير ملتقى يجب عليه أن يتصل بهؤلاء الخبراء ويأخذ موافقة تاعهم، فهم؟ ويأخذ موافقته. ولكن في الحياة العملية ربما في عديد المرات لا يحدث هذا، فيقوم رئيس التحرير ولا حتى ربما بالنسبة للمجلات شوية قليلة، يعني نادرا ما تلقى إدراج اسم خبير ولا محكم في مجلة دون موافقة، ولكن في الملتقيات موجودة، في الملتقيات موجودة كثير، يعني تدرج أسماء تاع ناس خبراء دون علمهم، أو ربما تؤخذ موافقتهم بعد، وهذا يعني مشكلة تاني، فهم مشكلة. فهم إذا هذا أدرجه المشرع واعتبره ضمن حالات السرقة العلمية. إذا هذه مجمل الحالات التي وردت في المادة 3 وقسمتها إلى 3 مجموعات. هناك صور أخرى لم تنص عليها المادة 3، أعلاه منها مثلا سرقة إنتاج علمي كامل من كتاب أو بحث، حيث يقوم المنتحل المعتدي بكتابة اسمه مكان اسم المؤلف الأصلي، وقد ينشر البحث بطبعة جديدة مختلفة في مكان أو بلد. فهم يعني إنسان هنايا كما نقولوا حنايا تجاوز كل الحدود، يكتب كتاب ولا مقال كما راه كما راه، يعني دون أي آخر، فقط يغير غير الاسم، يكتب اسمه وينشره، فهم؟ وينشره. هي يعني بطريقة يمكن استنتاجها من الحالات اللي ذكر، ولكن يعني لما تظهر بهذه الطريقة يكون أفضل. إذا هذه الصورة بكاملها يعني تعتبر صورة أو حالة جديدة، يعني من الحالات غير مذكورة في، ولكن عمليا موجودة يعني بكثرة كذلك، موجودة بكثرة. كذلك الحالة الغير موجودة في الحالات المذكورة في المادة 3 اللي ماهيش موجودة، أن يستأجر شخص غيره لكتابة بحث أو رسالة علمية مقابل مال يدفعه له على أن يضع اسمه على البحث أو الكتاب. كذلك هذه من الظواهر المنتشرة كثيرا في، ربما هنا في الجزائر قليلة شوية، يعني في الجزائر نقول نوعا ما، وإلا هي يمكن تكون وتكون كاينة ربما في، ولكن في دول أخرى بكثرة نوجدها في بعض الدول، ربما ما نسميش أنا هذه الدول، ولكن ربما الكثير منا يعرفها، يعني حيث يقوم بعض الباحثين محسوبين على البحث العلمي يتصل بأساتذة معروفين، فهم كاين أساتذة معروفين يكتب لك رسالة ولا مقال ولا وتخلصوا وتدي داك الرسالة ولا المقال ودير فيها اسمك وتنشرها. للأسف الشديد تجارة يعني في حتى في البحث العلمي، وهذه حالات يعني ما تكلمش عليها المشرع، وإن كان هي في الحقيقة دائما كما قلنا يمكن اكتشافها، يعني يمكن اكتشاف إذا اكتشفت، بمعنى إذا اكتشفت هذه الحالة من يمكن إدراجها ضمن أي حالة من الحالات المذكورة سابقا، على اعتبار أن العمل أصلا يعني ليس للباحث الأصلي. إذن هذه مجموعة الحالات التي ذكرها القرار 933 اللي قسمها قلت إلى 3 مجموعات، مفهوم؟ فضلا عن هذه الحالات التي لم تدرج في المادة 3، ولكن مع ذلك يمكن بطريقة أو بأخرى أنها تدخل ضمن يعني الحالات المذكورة في المادة
الثالثة. إذن أبنائي طلبة بناتي الطالبات، نظرا لطول الفيديو هذا سأضطر إلى التوقف إلى هذا الحد، وإكمال المبحث الثاني في الفيديو القادم إن شاء الله، يعني في جزء ثاني، فيما يصبح بحث الإجراءات المتابعة والعقوبات المقررة لمرتكبي السرقات العلمية سيكون موضوع الجزء الثالث إن شاء الله. ومعذرة على هذا الخلل، علاش؟ لأنه كلما زاد حجم الفيديو كلما صعبت مهمة إرساله وتحميله، سواء من طرفنا أو حتى من طرف الطلبة الذين يريدون تحميل هذه الفيديوهات. أشكركم مرة أخرى على حسن الإصغاء والانتباه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.